اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فضاله. عندنا النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض اسبوع المطبخ الكندي. هنعمل وصفه كوسه كده باللحمه المفرومه بطريقه مختلفه وان شاء الله تعجبكم. هنعمل كمان كاسترد التفاح. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل دلوقتي وهنعمل مع بعض اول وصفه، وصفه الكوسه اللي باللحمه المفرومه. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كوسه بحالها كده زي ما انتم شايفين ومقطعه اطرافها ومنضفاها كويس، مشروم، صنوبر، قرفه، زيت حار، جبنه شيدر مبشوره، لبن بودره، دقيق، بقسماط، لحمه مفرومه، بهارات، بصل، مرقه، والصوص الابيض اللي احنا عملناه امبارح مع الفراخ اللي هو عباره عن الدقيق واللبن. طيب اول حاجه هعملها ان انا هحط كده الزيت الحار وهحط البصل اقلبه بس تقليبه كده في الزيت وبعدين احط عليه اللحمه المفرومه اللي هحط لها ملح، فلفل اسود، قرفه وبهارات. وهخلطها كده مع البصل واسيبها تستوي. شايفين بيستخدموا الزيت الحار في كذا وصفة من وصفاتهم ازاي؟ لو تلاحظوا ان كل بلد كده ليها التقاليد بتاعتها في الاكل وتحس ان هم يعني ثابتين كده على طيب، يعني هم بيستخدموا الزيت الحار في اغلب اكلاتهم، ليهم كده صوص معين هنعرفه مع بعض برضو بيستخدموا. كل بلد وليها حاجه طابع كده خاص بيحبوا ان هم يتمسكوا بيه. طيب الكوسه بقى دي هنعمل بيها ايه؟ اول حاجه هنجيب ميه مغليه ونحط مكعب مرقه لحمه يدوب كده في الميه خلاص، وهجيب الكوسه هقطعها كده نصين ماشي كده اهو، خلاص، وابتدي احطها جوه المرقة لمدة 5 دقايق كده ايه لحد ما تتسلق، يعني احس انها اتسلقت خلاص. اقطع هنا بقى المشروم كده، ايه نقطع كده المشرومية 3 قطع بس عشان تبقى تخينة كده. شايفين المشروم في كل الاكل عندهم ومش لازم بيشوحوه، لا بيحطوه كده على طول.
نقلب كده اللحمه. بس ايه بتكلكع كده، فبحاول اهرس كل الايه اهو. احط بقى شوية صغنانين كده من المرق واقلب لحد ما المرقة تتبخر وتفضل نكهتها جوه اللحمه. نبص بقى كده دلوقتي على الكوسه. تمام كده، يعني طبعا انا مش عايزاها تتسلق قوي، انا عايزاها تلات ارباع تتسلق شويه صغننين. ريحتها حلوه قوي عشان كده سلقتها جوه المرقه. هجيب كده الطبق وهحط بس ايه حبه كده من الصلصه. هما بيعملوش الحركه دي بس انا يعني كده، يعني هحطها بس كده خلاص. وبعد كده هجيب الكوسة وأرصها في الطبق كده. كده رصناها كلها شايفين بالتساوي كده خلاص. طيب دي كمان كده خلصت، هنحط عليها المشروم كده اهو. واحط صنوبر وهقلب. وهنقوم كده حاطينه بالمنظر ده. بيحبوا هما نظام الطبقات قوي في الاكل، يعني شايفين البطاطس كنا عاملينها ازاي. وعايزه اقول لكم ما عندهمش لحمه صريحه قوي، يعني اغلب الحاجه لحمه مفرومه، يمكن الفراخ بس اللي بيستخدموها، لكن اغلب الاكلات لحمه مفرومه حتى في المناسبات بتاعتهم. كده بالمنظر ده بعدين هبتدي احط الصلصة البيضة. اغطيها خالص ده المشروم كده اهو.
كده، وبعدين هحط الجبنة. وبعدين هحط رشة بقسماط كده اهو. شايفين اصلا بقت عاملة ازاي؟ طبقات. وهندخلها الفرن لمدة تلت ساعة. ايه رأيكم بقى؟ نطلع فاصل وهنرجع نعمل كاسترد التفاح. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي انا حطيت صينيه الكوسه اللي بالبشاميل في الفرن. تعالوا مع بعض نشوف الوصفه الثانيه مع بعض. النهارده عايزه اقول لكم ان الوصفه لذيذه جدا وهنعملها ونجربها وسهله، ما فيهاش اي حاجه. يعني مكوناتها بسيطه، عباره عن كرواسون، وبالذات بقى لو انتوا عندكم كرواسون بايت يعني برده هيبقى لطيف الموضوع ده. حليب مكثف محلى، زبده، قرفه، مربى تفاح، بسكويت، اي بسكويت شاي كده بنفرمه، لبن، بيض، سكر، فانيلا، تفاح متقشر، وطبعا معاه كده في شويه ميه بليمون عشان ما يسودش. طيب هنشيل كده بس الميه من عليه واحطه كده مع السكر. والقرفة. خلاص. والزبدة. بس واقلبهم كده كويس قوي. واسيبه لحد ما يتكرمل. بياخدش وقت خالص، يعني من 3 لـ5 دقايق هيبقى جاهز. انا هنا بقى هعمل ايه؟ هنا هقطع الكرواسون اهو كده، نقطع كده واحدة كمان. ونجيب الزبدة. وإيه؟ ونفركها فيها. كده نجيب كده الطبق، احط فيه الكرواسون كده اهو، افرده كويس. هقلب هنا لسه، عايزينه يتكرمل كده. طيب هنجيب هنا الفانيلا مع شوية القرفة مع البيضة
مع الحليب المكثف المحلى. اقول لكم بقى اللبن ده اللي انا شلته ده ايه. هما في الوصفه حاطين ميه مع الوصفه دي، انا ما حبيتش موضوع الميه فاستبدلته بلبن، افتكرت دلوقتي وانا بطبقها افتكرت انا عملت ايه. نقلب كده كويس قوي، طبعا القرفة والفانيلا اللي احنا حطيناهم على البيض ده يخلينا ما نحسش بأي زفارة. شايفين التفاح بقى عامل ازاي؟ نسيبه دي كده شويه كمان ونشوف اللي في الفرن اخبارها ايه. الكوسه بالبشاميل الكندي دي تمام بقت جاهزه، ريحتها عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا يعني. الاطباق اللي احنا عاملينها الاسبوع ده كلها تنفع عزومات اهي. كوسة بالبشاميل، طبقة كوسة، طبقة لحمة مفرومة، طبقة بشاميل بالمشروم والجبنة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايزة اقول لكم والله ريحتها جميلة جدا جدا. عارفين ريحة الحاجات المخبوزة كده، هي ريحتها كده. طيب بصوا التفاح بقى خلاص كده الكارمل، نبتدي نحط له البسكويت اللي احنا طحنينه، نقلبه كده كويس. الله على ريحة البسكويت لما اتحطت على التفاح. انا شايفة، عارفين بقى ان الحاجة الحلوة دي يتاكل جنبيها ايس كريم، ايس كريم فانيلا كده هيبقى حلو قوي يعني. وانا هو بعمله بشوف ان هو بولة ايس كريم كده وهي طالعة من الفرن، احنا لسه هنحطها في الفرن. طبعا احنا قلنا كاسترد التفاح هما مسميينها كده، لكن هي مفيهاش كاسترد ولا حاجة، بس هما مسميينها كده. الريحة، الريحة الجميلة جدا جدا. نحط بقى طبقة الحليب المكثف المحلى مع البيض اللي بالفانيليا مع شوية اللبن بدل المية، هما بيحطوا مية انا حطيت لبن، وبتتحط بقى في الفرن لمدة تقريبا تلت ساعة يعني. لو ربع ساعة لقيتوها، اهم حاجة الليكويد ده اللي في اللبن السائل ده يعني لما يتحط في الفرن خلاص ما يبقاش موجود. خلاص هحطها انا بقى في الفرن كده اهو. بس وانا عامله نسخه، بصوا بقى النسخه عامله ازاي. النسخه بقى بتتقدم ازاي؟ بنجيب مربى التفاح
وبايه بندهنها كده في الاخر طبعا، وهي سخنه يعني يفضل وهي سخنه، دي بردت شويه. وزي ما قلت لكم تتقطع كده ويتاكل جنبيها ايس كريم فانيلا، يعني انا شايفه ان الفانيلا حلوه قوي معاه، حاجه كده ساقعه مع حاجه سخنه بتبقى حلوه جدا. يعني دي مثلا لو احنا بردت مننا وحطينا المربى ندخلها على الميكروويف مش هتقول لا يعني، اهو بس كده جميله جدا وحلوه. لو عندنا تفاح خلاص هيبتدي بقى يبقى طري كده وهيبوظ، نعمله كرواسون ناشف، نقوم عاملين كل الحاجات دي مع بعض كده. خلصنا الوصفه الثانيه بتاعت النهارده، عملنا النهارده وصفات من المطبخ الكندي، عملنا وصفتين، وصفه كاسترد التفاح اللي بالكرواسون والتفاح مع السكر والقرفه، وحطينا في الاخر المربى التفاح زي ما انتم شايفينها كده، وعملنا كمان الكوسه اللي باللحمه المفرومه والصوص الابيض مع المشروم. منساش حته الكوسه اللي احنا نسلقها في المرقه بتديها طعم حلو جدا في الاكل. النهارده عملنا وصفات ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.